يقول هل يجوز قتل النمل إذا كان مؤذيا داخل البيت، وهل يجوز قتل الحشرات بآلة كهربائية تعلق في السقف؟ المؤذيات من الحشرات والنمل والطيور والقطط وغيرها تقتل إذا آذت دفعا لأذاها، لكن ما تقتل بالنار ولا بالكهرباء، لأن الكهرباء نوع من النار، قد قال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولما رأى قرية نمل أحرقها الصحابة في بعض الغزوات أنكر عليهم، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم، لكن يقتل النمل وغيره بالمبيدات الحشرية المعروفة. نعم.